الفن، كل الفن اللي بيظهر على الساحة في الوقت الحالي وراه باترونيج. مفيش أي بني مفيش أي فنان موجود في عظامي، يعني اللي هو طلع لوحده كده، لازم يبقى ابن، يا اما ابن مؤسسه، يا اما هو ركب موجه معينه طلعته، يا اما في حد تبناه قال له تعالى يا ابني يا ابن الحلال انا هاعمل النحت بتاعك، اعمل الفن بتاعك وانا هتكفل بيك، او انا ليا نسبه. يعني هم كانوا في وقت مثلا الارت ديلرز، مثلا يعني الارت ديلرز هم بيتهيألي اللي كان ليهم دور مثلا كبير في ان هم ينطقوا حد زي بيكاسو مثلا، قال لك اعمل اللوح بتاعتك واحنا لينا نسبه معينه في اللوح بتاعتك، فاحنا هنديك الفلوس هنعيشك وهناخد دايما نسبه بس. فهي الفكره، يا اما كانت زمان كان الدين، يا اما بعد كده السياسه، السياسه هم اللي قادوا الفن والدين، دين ودوله مع بعض، وبعد كده ابتدى يبقى في الحركات الفنيه نفسها، الارت ديلرز هم اللي والعائلات اللي هي الارستقراطيه هي برضو اللي بترعى الفنانين. قليل قوي ما تلاقي فنان اللي هو على راسه، اللي هو شق طريق لوحده، تمام؟ ممكن يبقى من عيله غنيه مثلا. فانت في الواقع، الحالي يعني نحاتين كتير او خريجين نحت كتير هم فرصهم في ان هم يعملوا نحت مبهر زي اللي احنا بنشوفه تكاد تكون منعدمه. هم بيعيشوا على قفا فكره انه مثلا حاجه تحصل زي السيمبوزيوم، يعني لو تعالى يا ابني انحت في اسوان هنوكلك لك ونشربك ونديك مثلا 30,000 جنيه. فبتحصل بقى كل سنه، هو بقى من الوقت ده للي بعده عايش ازاي؟ عايش بوهيمي كده قاعد على القهوه ما مش حاجه. ده زي برضو انا لسه اتفرجت على فيلم اوبنهايمر، كانت تجربه مش لطيفه يعني لاسباب تانية، بس اقصد شفت فيها ان هو كانوا جابوا اوبنهايمر وحطوه كده الراجل، يعني حطوه مع قله من العلماء في مكان، وكان حتى قابل فيه اينشتاين وقال له، هو مكان جميل كده وفيه بحيرات وخضره وشجر، وقال له ده انت اقعد هنا بس، ده كان مكان اقامتك ومالكش دعوه باي حاجه وفكر. بس ده طبعا كان سبونسر للحكومه، يعني هم كانوا في الحرب ومحتاجين العلماء يفكروا، محتاجين يطلعوا بافكار للاسلحه، فزي ما انت بتقول كده زي سبونسر مجهودهم علشان انتوا ما تتشغلوش باكل العيش وما تبقاش انت مشغول بوظيفه رتيبه وسخر كل وقتك لابداعك وتفكيرك. يعني اتمنى يبقى في ظروف طبيعيه مش استثنائيه، يعني احنا بنحكي فكره مثاليه طبعا. في فكره الدعم للفنون دلوقتي بقى صعب قوي، يعني انا بقول لك ده وانا شايف من جزء صغير من المطبخ، فكره دعم للفنون، الاقتصاد مبهدل الدنيا في كل حاجه، الناس مش لاقيه المم، ففكره دعم للفنون بقت من السلع الاستفزازيه او الرفاهيه، مع ان احنا محتاجين ده عشان نجيب انسبايرد للحياه عامه. ده هو الفن، الفن داخل في كل حاجه، يعني ده دي الحاجه اللي الناس ما بتبقاش عارفاها، وان الفن لو غاب عن كل حاجه احنا هنعيش في علب كبريت. وده اللي حصل في وقت، ما بعد الحرب العالميه الثانيه، قرروا انه سيبكم من العماره اللي فيها زخرفه وفيها جماليات، عايزين حاجه فانكشنال بس. فترجمت في علب الكبريت اللي هي منتشره في الوقت الحالي في مصر، وترجمت في عربيات ما فيهاش اي منحنيات زي العربيات اللادا والحاجات اللي شبهها. فالناس مش متخيله انه الفن والتصميم والحاجات دي داخله في كل حاجه، ولو غابت وما بقتش موجوده الحياه هتبقى لا مفيش. يعني هو الفن باين للناس على انه رفاهيه، بس هو لا، هو مش رفاهيه خالص. بس عارف بقى مين اللي كان مهتم بده، بالفن ودوره في او اهميه الفنانين في الموضوع في السياسه؟ هتلر. برافو عليك، ايوه برافو عليك. انت عارف ان هوج بوس هم اللي صمموا الازياء بتاعه النازيين؟ طبعا انت بتفهم كويس. يعني لان ايرونيك، بص بقى ده ليه علاقه باللي احنا كنا بنقوله، ايوه هتلر كان رسام، ايوه هو يعني زي ما مارتن لوثر كان بيحب المزيكا، انا بحب الالمان برضو، يعني بحب التعامل معاهم صدقني، يعني مع ان هم الستوري تايب عنهم ان هم مكن وما بيتفهموش، بس انا اتعاملت مع المان واتعاملت مع الانجليز، اجرك الله. هتلر نمساوي بس عشان احنا ما نبقاش بس هو نمساوي الاصل، الماني المنشا، نازل هوا سفاح النزعه.
بس اقصد يعني هم، لا هو الراجل كان ذكي، هو ابن الذين كان بيستخدم الميديا وكان بيستخدم الفن وكان فاهم بيعمل ايه يعني. حتى بقى لو انت هتتكلم على الاختلاف بينه مثلا وبين الروس عمليين قوي، هم اللي ابتدعوا نظام البلوكات السكنيه ده يعني. حتى البلوكات السكنيه بتاعت اللي هي اللي بنسميها في مصر المساكن، ما عبد الناصر كان انسبايرد باي النموذج الروسي في كل حاجه، اه كان بيعشق النموذج الروسي، وعشان كده كان تحس ان المساكن الشعبيه اللي هي شكلها نمطي جدا بتلاقيه في كل محافظات مصر، هتلاقيه مستوحى من نفس المباني اللي كان الاتحاد السوفيتي بيعملها، عشان يلا بسرعه وما فيش فلوس ومش محتاجين فن في العماره، يلا نفذ. فعبد الناصر عمله. هتلر بقى على العكس يعني، حتى لو هم الروس والاتحاد السوفيتي والجزء الشرقي ده كان بيهتم من الحاجه تبقى شغاله وما فيهاش انسيابيه في الخطوط وعملوا عربيات اللاده، هو هتلر عمل الموضوع برضه في العربيات الفولكس اللي احنا بنسميها الفولكس فاجن، اللي هي عربية الفهم. الخنفسه دي اللي أيوة. احنا بنسميها الخنفسه، بعكس بقى العربيه اللي ده مليانه انسيابيه ومليانه شكلها كده زي التعتوقه وعربيه عمليه جدا، ولحد دلوقتي الفغاله وكان ليا واحد صاحبي بيسافر بيها من المنيا الاسكندريه وعربيه متينه جدا يعني، ففيها سستينابيلتي بس فيها تاتش كده جمالي. طبعا. ف يعني مش هيجي حد يزعل مننا، بس يعني هتلر كان عنده تاتش فني في طبعا. الحاجات برضه، هو أنت عارف ليه؟ عشان هو كان رسام غير انه رسام. مش بس لان برضو الفكر النادي مبني على العظمه برضو، يعني العظمه دي ده كان بيعشق ميونخ، كان بيعشق ميونخ هتلر. يعني لو ما فيش يعني الكوميونيزم او الاشتراكيه هي مبنيه على مفروض الفكره المساواه وعظمه الشعب، لكن او عظمه الدوله يعني، او عظمة، لكن على الناحيه الثانيه في عظمه الجنس، فلازم يبقوا زي اسلافهم الرومان، لازم يبقوا جامدين قوي. بس صح. فلو ما فيش بالعظمه ده ما فيش فن يعني، سوري يعني، مش كل، طبعا مش كل الفن هو ما يعني مدفوع بالعظمه، وفي في عظمه يعني في اوقاتنا كتير بتؤدي الى قبح، لا هي ما عندهاش ادراك حقيقي بالفن. بس يعني هبقى ابعت لك كده بيج، بس مش هينفع اقول اسمها دلوقتي، بتهتم بانها تكابتشر كل الاعمال الفنيه المعفنه، فاهم يعني، حتى اسم البيج كده يوحي بالمحتوى، فابعتها لك يعني. بس هو ما تقدرش تقول ان اللي مسك الازميل او اللي صمم البتاع ده هو مش فنان، لا هو فنان وحش جدا يعني، فاهم، عنده حاجه بس حاجه وحشه جدا، لا مش مجتهد ولا فارقه معاه ولا حتى شايف انها وحش يعني. هي مقاولة. بالظبط، ما اولى. فهبعت لك البيج بس عشان ايه، من خليها برايفت. ماشي انا مع الحلقه دي مش عارف اوقف، مش عارف التزم انت اشطر مني طبعا في اداره الوقت، بس الموضوع انترستنج على الاقل بالنسبه لي يعني، وانا ما عنديش مشاكل احكي افضل حكي فيه كتير، لان في ثلاث ارباع الحاجات اللي انا كان نفسي احكي فيها معاك ما حكيناش فيها، بس ممكن نكملها حتى كحلقات منفصله، او انا وانت بس نكمل فيها عشان ما نزعجش الناس. نكمل فيها، نزلها 1 و 2 يعني، واحدة ساعة واحدة ساعة، احنا خلاص قدامنا تلت ساعة هنكمل بتاعتين يعني، ما عنديش مشكلة. بص يعني طول ما في انترست عندك ربما نوصل لحتة احنا ما يعني ليه نقفل على صباعنا، وممكن يكون في حاجة ربما توصل احنا مش عارفينها يعني. صح، انا اشتريت حتى الجزء الاخير في حوارنا، الفكره دلوقتي لسه قايلينه في اخر 15 دقائق، فكره السياسيين اللي استغلوا الفن عشان يبروموت الفكر بتاعه او الريجيم بتاعه، دي نقطه انا ما كنتش مخطط لها ولا مفكر ان احنا ممكن نتطرق اليها، مع ان انا دي حاجه من الحاجات اللي بتشدني جدا.